شدد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق كل ما يصبو إليه المواطن، وأن تكون خدمة المواطن والقرب منه وتلبية تطلعاته واقعا يلمسه في كفاءة وجودة ما يحصل عليه من خدمات بالجهات الحكومية وبالشكل الذي يعزز من مستوى الرضا على هذه الخدمات. ونوه سموه بما يتمتع به أبناء البحرين من وعي كبير وحرص على بذل الجهود في خدمة وطنهم في مختلف المجالات. كان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر قضيبية صباح اليوم عددا من أفراد العائلة الملكة الكريمة والمسؤولين، حيث تطرق سموه معهم إلى الحديث حول عدد من قضايا الشأن الوطني. خلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن جهود الحكومة ترتكز على تعزيز النمو الاقتصادي وتنويعه بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم. أشار سموه إلى أن التحديات التي يشهدها العالم على مختلف الأصعدة يجب أن تكون دافعا نحو مزيد من الوعي بأهمية التماسك والوحدة في تجاوز هذه التحديات والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات وتنميتها.